السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. ما تنساوش كذلك تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. اليوم عندنا تشكيله رائعه ديال الراندة المغربيه الجلابه والقفطان، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الموديلات الاستفاده والتعرف على الجديد ديال الموديلات. جلابة بالتوب ديال كريب مخدومة بالراندة عريضة مع دريس في القب وفي الكمام. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدومة بالراندة عريضة مع دريس كذلك في الكمام وفي الكول. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة مع دريس كذلك في الكول والكمام. جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، الراندة بالألوان، يعني خدمة راقية ورائعة مع دريس كذلك في الكمام وفي القب. كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة. كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، بالراندة بالألوان مع دريس في الكمام. جلابة بالتوب ديال المليفة مخدومة بالراندة عريضة مع دريس في الكمام. كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة مع دريس في الكمام وفي القب، مخدومة بالألوان، يعني الويلات راقية. جلابة بالقفطان كما كتشوفوا القفطان مخدوم بالراندة رقيقة، يعني هابط حتى لتحت، وجلابة عندها فتحة من القدام وملاقية بدريس ديال الراندة، ومن عند الصدر خدمة عريضة كما كتشوفوا، خدمة راقية ديال الراندة المغربية مع دريس في الكمام وفي القب. دائما جلابة بالقفطان، يعني موديل الاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات. كذلك جلابة بالتوب ديال الجوهرة، جلابة بالراندة ومخدومة بالقفطان. كذلك جلابة بالتوب ديال الجوهرة مخدومة بالراندة عريضة. قفطان مخدوم بالراندة رقيقة مع دريس في الكول وفي الكمام. كذلك جلابة بالتوب ديال المليفة بالطرز الرباطي مخدومة بالراندة رقيقة مع دريس في القب وفي الكمام. يعني دائما هاد الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات. خدمة راقية ورائعة ديال الراندة المغربية، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة مع دريس في الكمام وفي الكول. كذلك جلابة أو قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة مع دريس في الكمام وفي الكول. كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة عريضة أو التكشيطة.
كما تشوفوا راني لبسه بالقفطان، خدمة راقية ديال الراندا المغربية. دائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الموديلات، كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندا رضا، منبت بالعقيق أو بالحجر مهرس مع الريس في الكمام، خدمة راقية ديال الراندا. كما تشوفوا الكول منبت بالعقيق اللي مخدوم خدمة رائعة ديال الراندا المغربية. دائما الموديلات للاستفادة، ذلك قفطان بالتوب ديال الجوهرة منبت بالعقيق مع الريس في الكمام وفي الكول، جلابة مخدومة بالراندا رضا مدرية في الكمام، كذلك قفطان مخدوم بالراندا رضا مدرية في الكمام، جلابة مخدومة كذلك بالراندا رضا ومخدومة بالألوان. الفصالة مخزنية ذلك جلابة مخدومة براندا رضا موديل راقي ورائع ديال الراندا المغربية. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الاثواب. ما تنساوش كذلك تضغط على زر الاعجاب زر اللايك، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.